بنت لما بتحلم لازم تشقى ومن عمرها بيضيع الوقت. يا سنيني أنا خلاص اتعبت، كنت الأم وكنت الأخت والدمع على عيني تبل من بعد ما مر هالعمر. بدي برجع هاك البنت من هاللحظة صار الوقت، رجع روحي لإلها اشتاق. كيف بتحكي هيك سنيدي؟ عيب عليكي، ما بصير تحكي هيك معها، بتضل حماتك ولازم تحترميها. انت مجرد كنة بهالبيت وما فيكي تتطولي على حماتك، مفهوم؟ بصراحة يا سلفتي أنا شفقانة عليكي كتير، وبحب قلك إنه الناس اللي انت عم تدافعي عنهم هلأ بصراحة كانوا كل الوقت حلمون يقلعوكي برا هالبيت، وكانوا عم يعملوا كل جهدهم حتى يزلوكي ويخربوا بيتك ويخربوا علاقتك مع جوزك. هذا الشي ما بيعني أبداً أني أغلط بحقها، بتضل حماتي وكبيرة هالبيت، وما بسمح لك سنيدي أنك تغلطي بحقها طول ما أنا عايشة، عم تفهمي؟ وأصحك تصدقي حالك وتتوهمي. بتمنى تفتحي عيونك كتير منيح وما تخلي المصاري تعمي على قلبك سنيدي. أنت بعمرك ما احترمتي الأكبر منك وبتلعبي ألعابك الوسخة بس لحتى توصلي للشي اللي بدك إياه، بس هي بتضل حماتك وكبيرة البيت إذا عجبك هالشي ولا لا. ويكون بعلمك ما رح أسمح لك تغلطي بحقها بعد اليوم. ابارك لك من قلبي، عن جد مو معقول شو هالكنة اللي عندك. بنت أصول والله، عم تدافع عنك رغم كل شي عملتي. تعرفي شو حماتي؟ بصراحة أنت محظوظة فيها كتير. صدقيني أنا ما توقعت أبداً إنه يجي يوم وتوقف جنبك، رغم كل شي عملتي فيها لهلأ هي بتحترمك. تتذكري لما مرت فترة كنتي عم تخططي تقلعيها من البيت؟ كان كل هدفك تحاولي تبعديها عن ماهين؟ تعرفي شو؟ أنا لو محلك والله بعمل المستحيل لحتى أنتقم منها وزلة على الشي اللي عملته معي. شو هالحكي هاد؟ أنا مستحيل فكر بهي الطريقة. لا تغلطي براتيبا، إذا ما انتقمتي منها ما رح تحس بغلطة واللي عملته. صحيح ماتي، تعي لصفي ومنرجع منخطط لكل شي مثل قبل أنا وإنتي، وهالمرة منخلي هدفنا واضح للكل واللي هو نقلع براتيبا من البيت، بس هالمرة منجننها بالأول. اسمعي شو بدي قلك، براتيبا ما بتستاهل كل شي عملته معه. حلو. شو هاد؟ عن جد أنا مستغربة منك، معقول ضميرك صحي فجأة بس لأن حكيت كم كلمة حلوة؟ عن جد صدمتيني، من وين جبتي هالأخلاق العالية؟ عقد مو أفكارك شريرة كانت بتتدرس والله. شو اللي تغير حماتي؟ ليش هيك هديتي فجأة؟ شو صار حتى خرستي وما بقى تقدري تحكي ولا كلمة؟ هلأ براتيبا صارت بتستاهل كل خير بحياتها؟ احكي؟ إلا على الشغلات اللي كنتي عم تفكري فيها بس لحتى تقدري تقلعيها برات البيت وتزليها هي وأهلها؟ سنيدي انت كتير عم تتجاوزي حدودك. بدك يعني احكي ولا ابقى ساكتة؟ شو؟ ماشي انا رح احكي لها كل شي وافضحك قدامها. تعرفي حماتك اللي عم تدافع عنها شو كانت عم تخطط؟ بصراحة براتيبا هي عملت المستحيل بس لحتى تمنعك من انك تقدري تروحي على كولكاتا وما تخليكي تشاركي ببرنامج الغناء. مو مشكلة، بس كمان ما فيني انسى بنوب انه وقفت معي ودعمتني. براتيبا هي عملت هالشي لتخليكي تفشلي، كانت عم تفكر كمان
إن تمنعك من إنه تشوفي أهلك كل حياتك بس لحتى تزلك. برأيي أنا سنيدي إنه كل حماية بتحب مرت ابنها تهتم ببيت حماها أكتر من بيت أهلها، مزبوط؟ عن جد؟ طيب قولي لي حماتك ليش ما ساعدتك بالموضوع اللي صار مع بيهو، ولما انكشف كل شي وقفت بجنبي وما خلتكن تشتكوا علي؟ الموضوع بكل بساطة، أي شخص ذكي بالحياة بيحاول دائماً إنه يحمي عيلته وما يخلي هيك خلافات تطلع لبرا. وبرأيي من الطبيعي إنه ما توقف معي بقراري أو تساعدني، بس حفاظاً على سمعة العيلة سنيدي. بالمناسبة، لحد هلأ ما حدا بيعرف إنه المبتز كان شخص من الموجودين هون. هي عملت هالشي لتحمينا كلياتنا وفكرت بس بمصلحة العيلة. إذا بدك أنا معها بقرارها، لأنه كان هو القرار الصح ومن الطبيعي إنه ننفذه. مو قدرانة صدق اللي عم بسمعه والله. يعني أنتي وقفتي معي بس مشان سمعت العيلة حماتي؟ شكراً شكراً يا مزوقة، لولاكي كنت هلأ بالسجن. شكراً حماتي، شكراً. بكفي مسخرة، كل شي كنت أنا عم خطط له قدرت إني أوصل له. وبكل صراحة ما كنت خايفة إنه يجي يوم وتقدروا تكشفوني. يعني لو ما أنقذتيني من فوتة السجن كان في عندي ألف حل إني أخلص من هالموضوع ببساطة، وما بسمح لكم تفكروا بيوم من الأيام إني كنت ضعيفة. صحيح تذكرت شغلة مهمة سرفتي، بحب قلك إنه حماتك اللي واقفة قدامك كانت عم تعمل المستحيل لحتى تخرب عرسنا مراتها. لكون زلقت. أنا بعرف ومتأكدة إنه كل اللي صار بسبب حكيك ونقك سنيدي، أفكارك البشعة هي اللي كانت مسيطرة عليها. ولا تنسي سنيدي إني أنا صرت كنة وإجيت قبلك لهون، وبعرف كيف بيفكروا وقديش طيبين وما بيأذوا أي حدا. عن جد؟ بما إنك بتعرفي منيح شو هي نوايا حماتك المحبة، تعرفي يا خانم شو كانت عم تفكر بخصوص موضوع حصص البيت؟ شو حماتي؟ قولي لها ليش كان هدفك إنك تخلي حصة براتيبة وماهين بهالبيت أصغر حصة بيناتنا؟ ما بدها ذكاء لا تقدري تقلعيها من هالبيت وقت اللي أنتي بدك هالشي. سونيدي، احنا قررنا تتوزع الحصص بهالبيت بالتساوي. كل هدفي كان انه ما يصير اي خلاف بالمستقبل بين ماهين واخوه، ولهالسبب بالذات اجبرت ماهين انه يوافق ويوقع على الوراق كمان. بس للاسف ما كنت عم فكر نهائيا انك ممكن تضحك علينا وتقدري تاخدي منا كل املاكنا. انا كنت واثقه فيكي سونيدي، ضحكتي علينا وقدرتي تلعبي لعبتك الوسخة بدون ما نحس عليكي. ما كنت متوقع أبداً إنه رح يجي يوم وتقدري تضحك علي كمان. صدقيني ما رح تقدري تهربي من العقاب لو شو ما صار سنيدي. أنا واثقة إنه الدنيا فيها عدل، وأكيد رح يجي يوم وتتعاقبي على كل شي ساويتي. راتيبة، أنا بعرف إني ظلمتك كتير يا بنتي، وكنت وقفت لك على الغلطة وعم حاول إني أعمل لك مشاكل، وما فكرت ولا يوم أبداً إني عاملك كبنت بالنسبة إلي. بتمنى إنك تسامحيني من قلبك براتيبة. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ ما قالك ذنب بكل اللي صار، بعرف كتير منيحة ماتي، وأنا متأكدة إنه كل شي عملتي كان بتأثير وضغط من سنيدي. قدرت تضحك عليكي وتمشيكي مثل ما بدها. دائماً كانت تقلك إني حدا سيء وإني عم أعمل المستحيل لحتى ألعك من هون من البيت، وما كانت بتعرف إنك كبيرة هالبيت وما حدا بيتجرأ إنه يضايقك. حلو، شو هالمشهد المؤثر اللي عم شوفه بيناتكن؟ تعرفي بتنفعي تكوني ممثلة براتيبة، بس بتمنى تمثلي برات هذا البيت، فهمانة ولا لا؟ تعرفوا شغلة؟
هالمشاعر التافهة ما بقى بدي شوفها، والأحسن هلأ إنكن تروحوا من قدامي لأنه منظركن اتنيناتكن عم يخليني حس بالقرف، وأنا مو حابة إني أزعج حالي كل ما بشوفكن مع بعضكن. تفضلي حماتي. ألو، كيفك يا روحي؟ عم اتصل فيكي يا بنتي لحتى أسألك، إمتى بدك تجي تزورينا؟ أمي، أنا مشتاقت لكم كتير بس اليوم ما فيني إجي. خير شو صاير معك براتيبة؟ مو عاجبني صوتك، خير في شي؟ يلا لشوف، احكي لي شو صاير. ما تحاولي تخبي عني شي أبداً. ماما بكل صراحة وضعنا بالبيت ما نو منيح. إذا ما وقعتهم سونيتي ما رح تاكل شي ويمكن تنأذى كمان. يلي فيني مدفيني، ما بدي يصير شي عليها وعلى ابني، بترجاكم افهموني. تعرف انك عملت اغبى خطوة بحياتك؟ بعاطفتك الزايدة وقعت على هدول الوراق بدون ما تقراهم. ماهين أجرافال باع كل الأملاك اللي باسمه، وبتاريخ مبارح لسونيتي أجرافال مقابل 1,000,000 روبية لا غير. بما أني صرت صاحبة البيت، أنت وكل عيلتك اللي عايشين ببيتي بتطبوا كل أغراضكن على السريع وبتنقلعوا برات البيت. معكن أسبوع واحد ما في غيره. بنتي شو هذا اللي عم تقوليه؟ صاير معك كل هالمشاكل ولهلأ ما خبرتينا بالموضوع؟ شو رح تعملي إذا قلعتك؟ فهميني كيف قدرت تضحك عليكم؟ كيف غلطتوا هالغلط؟ خلص رؤي أمي، كل الأمور بخير، ما تشغلي بالك بنوب. صدقيني في عنا أكثر من طريقة لحتى نثبت إنه كل الوراق يلي مع سونيدي هلأ مو زابطين. طيب بنتي تصرفوا بسرعة قبل ما يصير أي شيء. أمي ماهين حكى فوراً مع المحامي، والمحامي طمنه وقال له إنه ما فيها تعمل شيء. ماما صدقيني سونيدي ما رح تقدر تسجل البيت باسمها أبداً، أكيد الأمور كلها رح تنحل. ليكي بنتي أنا ما بفهم ولا بعرف بأمور البيع والشراء، بس اللي بعرفه إنه أنت مستحيل تخسري قدامها. انتبهي كتير منيح، سونيدي وحدة سيئة ولا تستخفي فيها. ما بدي أوصيكي، ديري بقلك منها، وكمان فكري منيح قبل ما تاخدي أي قرار، وما تخلي أي حدا يأثر عليكي. ماشي أمي، باي. هذا الكرسي كان لإلك بس هلأ لا. حماتي حماتي، ما عاد إلك قاعدة بهالبيت، بسرعة بتروحي وبتضبي شنتيكي وبتاخدي ابنك هو وغراضه وبتنقلعه من بيتي. ما بصير تحكي هيك معه، بتضل حماتك ولازم تحترميها. بس هي بتضل حماتك وكبيرة البيت، إذا عجبك هالشي ولا لا بيكون بعلمك، ما رح أسمح لك تغلطي بحقها بعد اليوم. أمي خلصنا، أمي خلص. رؤي يعني معقول تضايقي حالك وتبكي مشان وحدة ما بتستاهل كل هالزعل؟ خلص اطمني، ما رح تقدر سونيدي تاخد اللي بدها اياه. أنا متأكدة من هالموضوع، سونيدي ما فيها تعمل أي شيء. يعني صحيح أنا كبرت بالعمر بس لسه ما جنيت ابني، وما رح أبكي مشان وحدة مثل هي بنوب. بصراحة يا ابني أنا عم ببكي هلأ مشان مرتك. معقول كل الأيام اللي مرت كنت عم بغلط معها وما قدرت ولا بيوم من الأيام أفهمها أو حتى أستوعب حنيتها؟ ماهين ما لي حدا غيرك يساعدني، شو أعمل حتى كفر عن كل أخطاء اللي ساويتهم؟ لازم أوقف جنب براتيبة وساعدها بأي شيء بقدر عليه. أمي إذا كنتي بتعرفي براتيبة كتير منيح
معناتها أكيد بتعرفي إنه هي ما بتحط بقلبها أي شيء كان، وخصوصي مع اللي بتحبهم. دايما بتقول إنه الكبار ما بيغلطوا أبدا. ابني، رح أعمل المستحيل لحتى أقدر خلي براتيبة تعيش حياتها مبسوطة، وبعدك ما رح حين ولا حتى خلي حدا يسأل ابنهم. ايه، هي بتستاهل كل الخير يا ابني. شاي، مين اللي عمله؟ ما عم صدق هالأكلة، كتير بحبها. يا ترى مين اللي عمل هالشي؟ غريب، شو اللي عم بيصير بهالبيت؟ معقولة تكون أمي؟ أهلين يا روحي. أهلين أمي. طمنيني عنك بنتي. كتير مشتاقة لكم، اتصلت لأسألك، إجيتي اليوم الصبح لعنا؟ لا، ليش؟ صاير معكم شي؟ لا، ما في شي بنوب، لا تخافي. بحكي لك كل شي بس شوفك. طيب ماشي بنتي، باي. يا ترى مين اللي عمل هالشي؟ أنمول؟ أنمول؟ يلا في ابني بيهو، يلا قوموا، هيك رح تتأخروا على المدرسة. أنمول يلا. ستي، خير ليكون صاير شي مع أمي؟ لا تطمن، مو صاير مع شي يا ابني، من هلأ ورايح أنا اللي رح فيقكم. حماتي، حماتي، ليش انتي اللي عم تفيقيهم؟ ماما، طيب وين المشكلة؟ إذا ساعدتك ستي شو بصير يعني؟ بلا جد؟ شو رأيك أنمول أضربك كف هلأ خليك تصحصح شوي؟ شبك أمي، أنا بس كنت عم أمزح. بعتذر ستي. تاني مرة ما تمزح مع ستك هيك، فهمان؟ خلص، أنمول معه حق يا بنتي، وين المشكلة إذا ساعدتك؟ من أول ما تزوجتي ما ساعدتك بشي، هالقليلة خليني ساوي شي مفيد معك بهالحياة. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ هدول بيكونوا ولاد ابنك، وأساساً أنتي بتموني عليهم أكتر مني. صدقيني ما عندي أي مشكلة إنك كل يوم تفيقيهم الصبح. شو رأيك حماتي من هلأ ورايح تجي تفيقيهم الساعة 4 الصبح؟ بيكون أحسن لإلهم. بس إذا كان في كنا بالبيت ما بصير تفيقي بكير وتعملي الفطور ونحن نايمين. بالله جد، هلأ تركتي كل شي ولحقتيني على هالشغلة؟ ليكون بعلمك انتي مانك كنتي، انتي بالنسبة إلي مثل بنتي وأعز. ايه؟ هاتي من إيدك، أنا بحطه على الطاولة بنتي. أهلين سشمة، يلا تعي. مرحبا. أهلين أخي. مرحبا. كيف صحتك عمي؟ أنا منيح يا ابني. يا جماعة، بصراحة أنا حابة أني هنيكم من كل قلبي. صدقوني ما شفت بحياتي كلها ترباية مثل تربايتكم لبنتكم. ما فيكم تتخيلوا قدي أنا مبسوطة لأنه هي مرت ابني الكبير. ليش واقفين؟ تفضلوا اقعدوا. بتعرفي كاشي، نحن انبسطنا كتير بهالحكي، ومنتمنى إنه بنتنا تكون مبسوطة. هذا حلم أي أم بالدنيا.
إنه تشوف بنتها ببيت حماها واقفة جنب حماتها وعم تساعدها بكل شي. بصراحة ما بتتخيلي قديش اليوم مبسوطين بالشي اللي عم نشوفه، وهيك نحنا منطمن إنه بنتنا بخير. لا تحكي هيك قدامها، هلأ بيكبر راسها. يلا تفضلوا يا جماعة، الفطور اليوم أنا عملته. لا لا لا، مو هون أخي، ما بصير. شو؟ هنيك. بس قوم من محلي، كل حياتي بقعد هون من لما سكنت هالبيت. ولو انت بتكون كبير العيلتين ومحلك على هداك الكرسي، تفضل استريح. اسمع اخي، اذا انت ما قعدت هنيك انا ما رح سامح حالي ابدا على الشي اللي عملته، ورح ابقى عم فكر شو الطريقة اللي لازم أعملها حتى تسامحني على اللي صار. لا لا، مو معقول اتضايق منك أنا. يلا روح اقعد هنيك. يلا ليكون بدك يعني طلع وشي التاني لتقعد. لا لا، ما في داعي. ثواني ثواني، لا تقعد، لحظة بس. خير؟ هذا الكرسي لسوني دهي المجنونة. يلا هلأ اتفضل اقعد. صحي بنتي، قدرتوا تحلوا الموضوع؟ بتمنى من كل قلبي انكم ما تطلعوا من هالبيت. اكيد ما رح نطلع من هون. صحيح سنيدي ضحكت علينا، بس نحن حكينا مع المحامي وطمنا وقالنا طول ما انه الاوراق مسجلة ما بتقدر تعمل اي شيء، وطالعنا من هون من البيت. الموضوع بده وقت. ايه انا طلبت من المحامي حط إشارة حجز مشان ما تعمل شيء. لوين؟ تأخرت كثير وصار لازم أمشي. استناني بس شوي. هذا الغدا تبعك، تفضل خده، بس هالمره حماتي هي اللي جهزتها، لهيك حطيت لك اكل اكثر من العاده لانه اطيب. بدك تخلصهم كلهم. عن اذنك، انت كمان. مع السلامه. انا لازم امشي. الله معك. خاطرك. باي. مثل ما عم قلكم فقت الصبح ولقيت كل شيء جاهز. مين غير محل الكرسي؟ مين تجرأ وحرك لي الكرسي من محله؟ فهموني. ليش خرستوا فجأة؟ يلا حدا يجاوبني. أنا اللي شلت الكرسي، تفضلي شو رح تعملي؟ أنت اللي. اهدي شوي سونيدي، حماتي ما بتقصد تغير مكانه صدقيني، بس بما أنك الوحيدة اللي بتقعدي على الكرسي هون ولأنك ما كنتي حطيناه بمكان تاني. كيف بتتجرأي حضرتك وبتغيري مكان الكرسي تبع صاحبة هالبيت؟ عن جد أنت ما بتستحي أبداً. أنت مانك صاحبة البيت لحتى تغيري العفش على كيفك يا خانو، فهماني؟ وما بتعملي غير اللي بقوله، ولا تتجاوزي حدودك. انت هلا بالنسبه الي مو اكثر من خدامه براتيبه، وما بصير تاني مره اسمع صوتك او تتدخلي باي شيء لو شو ما صار. سنيدي، لا تنسي انها بتكون مرت ابني الكبير، فهمانه؟ ولازم تحترميها غصب عنك، وتاني مره لما بدك تحكي معها تحكي باحترام احسن لك.
احنا لهلا عم نسايرك، بس يكون بعلمك ما رح نسكتك بنوب. ماني سالة على حدا، البيت ملكي انا، عم تفهموا؟ وغصبا عنكم كلكم رح تحترموني وما تحاولوا تغلطوا ابدا. بس ليكون حاسه حضرتك انك رح تخوفيني وترعبيني بصوتك العالي هاد حماتي. سونيد هي ما بتخاف من حدا. وحماية مثل حضرتك انتي وسلفة مثل براتيبا ما بيسوى عندي قشرة بصلة امتى ما بدي بكبون. بتروحي وبتحكي وبتضحكي فيه على ناس غيرنا سونيدي. ما فيكي تعملي معنا اي شيء بهالوراق، فهمانه؟ لانهم ما بيسوا شيء ابدا، ما تتجاوزي حدودك. ما فيكي تعملي شيء لانه الاوراق مو مسجلين. احترمي حالك وعرفي شو عم تعملي، والا رح خليكي تندمي كثير على كل شيء عملتيه وعم تفكري تعمليه، فهمانه ولا لا؟ بورجيكي رح قلعكن وما رح ارحمكن ابدا. أوراق الملكية رح يتسجلوا اليوم براتيبا، بوعدك بهالشي. رح أرشي كل العالم حتى أصل للشي اللي بدي إياه وسجل الأوراق اليوم، وأول ما أرجع رح أقلعكن من هالبيت. سونيدي شو عم تساوي؟ أنتي لوين أخذة معك هدول الأوراق؟ رح أفرغ البيت، رح يصير البيت باسمي أنا، وبوعدك اني اول ما اجي رح اقلع الكل من البيت ولنشوف شو رح يصير. لا ليكي، انا ما رح اسمح لك بهالشي. هاتي الاوراق. لا هاتي واعمل لك. لا ما رح اعطيك اياهم. اعطيني اياهم. خلاص لا تتدخل. سونيدي اعمل لك هاتي الاوراق. سونيدي شو شو اوعك. سونيدي سونيدي افتحي الباب، اعمل لك افتحي الباب بسرعه، افتحي الباب. سونيدي امي وينكم؟ تعالوا افتحوا لي الباب بسرعه، افتحوا لي. سانجيف شوفي ليش الباب مقفول من برا. هلا سونيدي راحت لحتى تفرغ البيت باسمها، وطلعت من البيت بسرعه وقفلت علي الباب لحتى ما امنعها. يا ربي شو هالمشكله الجديده؟ اذا قدرت تفرغ البيت قبل ما يحط المحامي اشاره حجز عليه رح نتبهدل. لا ما رح اسمح بهذا الشيء ابدا، لازم كلياتنا نمنعه ونوقف بوشها. وقتها منشوف مين هو الأقوى. سونيدي اسمعيني، لا تتصرفي بهي الطريقة رجاءً.
مش فاهمة ترزقك ساعدنا. دكتور بترزقك، حدا يساعدنا. خير مدام؟ تفضلي معي لشوف شو صاير معك. لا دكتور هلا مو المهم، انا بتمنى تفحصها باسرع وقت، قبل شوي ضربتها سيارة وقعت بالطريق، بترجاك تفحصها بسرعة. يا اختي خليني افحصك الك بالاول، مو حاسة انت عم تنسفي. لا افحصها لإلها بالاول دكتور لأنه هي حامل، إذا بتريد بترجاك. طيب افحصها بسرعة. مثل ما بدك، يلا انتبه علي بترجاك. بسرعة، طولي بالك اختي. يا ربي. رتيبة رتيبة مرتخي رتيبة حبيبتي راتي شبك رتيبة دكتور مرتخي طمني دكتور شو وضع سونيتي؟ طمن أخي طمن، ابنك ومرتك وضعهم منيح والحمد لله. برأيي ما في داعي تقلق، هي بخير لا تشغل بالك ابدا. دكتور طيب ومرتي براتيبا؟ بصراحة من الصعب اني اقول اي شيء عن وضع مرتك هلا. الساعات يلي جاية رح تكون صعبة كتير. نحن ما رح نقصر معها ابدا. بتمنى ما تفقد الامل. تجاوزي حدودك، انت هلا بالنسبة إلي مو أكثر من خدامة براتيبا. وما بصير تعني مرة اسمع صوتك أو تتدخلي بأي شيء لو شو ما صار. لا دكتور هلا مو المهم، أنا بتمنى تفحصها بأسرع وقت، قبل شوي ضربتها سيارة وقعت بالطريق. بحياتي ما تمنيت لك الخير وكنت بكره تصرفاتك. مع هيك انتي انقذتي حياتي وانقذتي لي ابني كمان. ما بستاهل هالشي، ليش انقذتي حياتي؟ لازم كنتي تخليني موت براتيبا. حياتي أبداً مو أغلى من حياتك يا سلفتي. يا ربي بتمنى تاخد روحي مني، بس أنقذ حياتها. يا ربي بتمنى منك تخلي براتيبة تعيش. يا ربي دخيلك واقف معها. اجا منهم، خلينا نناديلهم وهن رح يجوا دغري. سانجيف حماتي بيهو انمول، يلا تعوا يلا. صار مارق سنة على الحادثة اللي صار يا جماعة.
الحمد لله أنه لساتنا عايشين سوا. صح ابني، ما فينا نهرب من قدرنا. الحمد لله أنه كلياتنا لهلأ عايشين مع بعض ونسينا كل اللي صار بالماضي. معك حق، كل شي صار قربنا من بعض أكتر وأكتر. وانت شو لساتك واقف عم تعمل هون؟ يلا تحرك لشوف بسرعة، شغل لي التلفزيون. يلا يلا. سيداتي وسادتي، بدي اطلب منكم هلا تصفوا للمتسابقة الأخيرة، واللي هي المغنية يلي قدرت تتأثر بمشاعر الجمهور بطريقة غنائها. وهلا أنا رح خليكم مع المتسابقة يلي الكل حبة، براتيبا أجرافان. جدارة شوفوا ليك ماما. هلا بدنا نعلن الفائز بالمسابقة، يا ترى مين بتتوقعوا؟ يلي فاز معنا وحاز على اللقب براتيبا أجرافان. إنه تقلنا مين الأشخاص يلي حابة تشكرون. تفضلي قلي لنا مين الأشخاص يلي بتهديهم هذا النجاح. بهدي اللقب لعيلتي وبس، لأنهم وقفوا معي وساندوني وما تخلوا عني بنوب. كانوا واقفين معي خطوة بخطوة وما تخلوا عني بكل الظروف. وطبعاً ورا هذا النجاح اللي حققته أولادي بيهو وأنمول، وكمان حماتي كاشي. بتشكركم من قلبي، وما فيني أنسى كمان سنيدي اللي كانت شايلة كل شغل البيت على كتافها بس لحتى أتمرن. من أول ما بلشت بالبرنامج هي اهتمت بكل شغل البيت وكمان اهتمت بكل العيلة وما قصرت بأي شيء نهائياً. بحب أقول لك شي حبيبتي سونيدي، لولا وجودك من الصعب أنجح. وكمان ابن حماي سانجيف أكيد ما فيني أنسى وقفته معي. كان الرفيق اللي بدعمني طول الوقت ووقف معي بأصعب الظروف وكمان ساندني. كان يحل كل المشاكل اللي كانت تواجهني لحقق حلمي. وطبعاً أنا ما فيني أنسى أبداً الشخص اللي وقف معي ودعمني وبسببه وصلت لهون وأخذت المركز الأول. أنا بدي أعرفكن على زوجي السيد مهين أجرافان. مهين تعال. يلا كرمالي تعال.
هاد زوجي يلي كان على طول يساندني بكل الأوقات المنيحة والسيئة، وباليوم اللي فقدت فيه ثقتي بحالي وبعدت عن كل الدنيا، ما هين هو اللي رجع شجعني لحتى كمل طريقي وفكر بالنجاح وما فكر بالفشل، لأنه من المستحيل يصير هالشي لو وقفته معي. أنا بصراحة كنت ست بيت عادية مو أكتر، وما كان عندي وقت أبداً غير إني أهتم بشغل البيت والولاد، وبكل عمري ما خطر لي إني حقق الأحلام اللي حلمتها وقت كنت بنت صغيرة ولساتني عند أهلي. بس بصراحة زوجي هو الشخص اللي ما خلاني أنسى هي الأحلام، وحاول يعمل أي شيء لتيجي هاللحظة ويشوفني ماسك الكأس وحامل اللقب ووقفة هون. أنا بهديك اللقب ماهين، وحابة قلك لولاك ما كنت وصلت لهاللحظة. سبب سعادتي بهي الحياة هو وجودك. شكراً لك. أنا كتير بحبك وأنا بموت فيك. لما بتحلم لازم تشقى ومن عمره بيضيع الوقت. يا سنيني أنا خلاص اتعبت، كل الدنيا بعيني كنت لليوم اللي فيه عارف إنه همكم يلي شلتو نار عمري فيها حرق. يا سنيني أنا خلاص دمع على عيني بل من بعد ما مر هالعمر، بدي ارجع هاك البنت من هاللحظة صار.